انطلقت صباح اليوم الأحد بشارع شعيب الدكالي بالدار البيضاء مسيرة شعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالعدوان الذي يتعرض له على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. ودعا المشاركون في المسيرة التي رفعت فيها الأعلام الفلسطينية ومجسمات وصور ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في دفاعها عن الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من تقتيل وتجريح وطرد وتشريد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. احنا في حزب العدالة والتنمية إلى جانب باقي الفرقاء السياسيين والنقابيين والشبابيين والمدنيين جينا باش نعبروا بحال جميع المغاربة على الألم الذي أصابنا، على الإدانة ديالنا لهذا العدوان، على التضامن ديالنا مع الشعب الفلسطيني بشكل عام، وبطبيعة الحال باش نرفعوا صوتنا عاليا بأننا ندعو المنتظم الدولي كي يتدخل عاجلا لوقف هذا العدوان ووقف هذا النزيف الذي طال أمده. اليوم احنا في هذه المسيرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ولكي نندد بالمجازر اليومية التي يمارسها الكيان الصهيوني المحتل في أراضينا في غزة وفي فلسطين، ولكي نقول على أنه الحصار الممارس على غزة هو جريمة ضد الإنسانية، وعلى أن ما تمارسه إسرائيل اليوم في غزة وفي كل بقاع فلسطين هو إرهاب تجاه مدنيين عزل. هذه المسيرة التي تنظمها هيئات سياسية ومدنية وشبابية وحقوقية تحت شعار غزة تقاوم غزة تنتصر تأتي بعد مسيرة مماثلة نظمت الأسبوع الماضي للتنديد بجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني. مشاركتنا هي مشاركة للتعبير عن تضامننا كمحامين وكجزء من هذا الشعب عن للتضامن مع فلسطين. نحن نندد بالعدوان الصهيوني الغاشم، وبطبيعة الحال هذا يدخل في إطار الدينامية التي اشتغل بها المغرب في هذا الملف. أنتم تعلمون بأن جلالة الملك كان من القادة القلائل مع الأسف الشديد المنددين بالعدوان، والذي قدم مساعدة رمزية مادية. وفي وقت سابق قتل 8 فلسطينيين فجر اليوم الأحد في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع الذي دخل يومه 27 إلى 1720 قتيلاً و9080 جريحاً حسب وزارة الصحة في غزة.